الطائرة المخطوفة التي سقطت بالقرب من مطار عرعر في السعودية. في تاريخ 25 ديسمبر من عام 1986 أقلعت طائرة الخطوط الجوية العراقية الرحلة 163 طراز بوينغ 270-737 من خلال رحلة اعتيادية من مطار الملكة عليا الدولي بالعاصمة الأردنية عمان، توجه إلى مطار بغداد الدولي بالعاصمة العراقية بغداد. لم يخطر في بال ركاب الرحلة 163 على متن الخطوط الجوية العراقية مصير هذه الرحلة وعلى ماذا سوف تمر وعلى ماذا سوف تنتهي. ركبوا وهم متشوقين للعودة لأرض الوطن سالمين. أعلن الكابتن استعداد الطائرة على الإقلاع من مطار الملكة عليا. بعدها انطلقت تلك الطائرة التي كانت تحمل على متنها 91 شخص متجهة للعراق، وعند قرب وصولها إلى الأجواء السعودية حدث شيء لم يكن بالحسبان. ظهر 4 أشخاص كانوا يحاولون اختطاف الطائرة، لأن مسؤولو الأمن في الطائرة حاولوا منعهم اختطافها والسيطرة عليها. وبعد ملاسنات وشد وجذب واشتباكات بالأيادي بين الخاطفين الذين يحاولون السيطرة على الطائرة ومسؤولين الأمن في الطائرة، الخاطفين الأربعة استقلوا ثغرة عدم تفتيش مسافرين الترانزيت تلك الأيام، وأخفوا قنابل يدوية بلاستيكية وسط ملابسهم لتنفيذ العملية. فقام أحد الخاطفين بإلقاء قنبلة يدوية على مقصورة الركاب، الشيء اللي تسبب في حدوث فجوة في بدن الطائرة، انخفاض الضغط بها، مما سبب الرعب والذعر كل من كان على متن هذه الطائرة، وهم يشاهدون أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه. قد حاول قائد الطائرة أن يخرج بالطائرة ومن فيها إلى بر الأمان. قرر قائد الطائرة الهبوط اضطراريا وسط الأراضي السعودية، يتمكن من إنقاذ الأبرياء والهبوط بسلام. يتم السيطرة والتبليغ على هؤلاء المجرمين وسط الدعوات والصرخات. أثناء ذلك ألقى أحد الخاطفين قنبلة يدوية ثانية على غرفة قيادة الطائرة، مما سبب خلل في الطائرة وعدم القدرة على السيطرة عليها. وبعدها للأسف تم فقدان التحكم بالطائرة، شطرت الطائرة وسقطت وتحطمت وبعدها احترقت بالقرب من مطار عرعر بمنطقة الحدود الشمالية. وبعد سقوطها في عرعر بتكليف من قبل منطقة أمير الحدود الشمالية نذاك، شكلت فرق إنقاذ تمكنت من تطويق الطائرة وإخماد الحريق. تسبب تحطم الطائرة داخل الأراضي السعودية بوفاة 63 شخص، 60 راكب و3 من أفراد الطاقم، ونجا باقي الركاب الذين تعرضوا لإصابات. ولكن التعامل السريع والمثالي والمعتاد من المملكة بعد توفيق الله ورعايته ساهمت بإنقاذهم، خروجهم سالمين من عملية الاختطاف قبل أن يتم نقل الناجين جميعا والمصابين بعد شفائهم التام عبر طائرات خاصة من الأراضي السعودية. تعتبر عملية الاختطاف هذه من بين أسوأ عمليات اختطاف للطائرات التي تمت بين عامي 1985 و1986، فيما نشر موقع رابطة الطيارين العراقيين تفاصيل عن الحادثة بعد أكثر من 20 عام. بعدها رجعوا في السبب في خطف الطائرة إلى الحرب العراقية الإيرانية. ذكرت الحادثة المأساوية في مخيلة أهالي الضحايا ناجين من الحادثة الذين لا زالوا يتذكرون تفاصيلها حتى يومنا هذا. وبس هذه هي قصة اليوم، أتمنى إن شاء الله تكون عجبتكم. إذا كنتوا أول مرة تشاهدون قناتي فلا تنسون الاشتراك، وإذا أنتوا من حبايبي القدم لا تنسون زر اللايك. والله يحفظكم وأحبكم وأحبكم كثير، أنتم الوقود والداعم الأول لي. الله يسعدكم ويوفقكم وين ما كنتوا. حبيت قبل أختم بكلمة، هل سبق أن صار لأحد موقف داخل طائرة؟ أو لو حصل لك مرة موقف مثل هذا الموقف، كيف راح تكون ردة فعلك؟ يا ليت تكتبوا لي أراءكم. حياتي لكم.